كتير حذروك قالوا لك بلاش احلى من التورنيه، محتاج ميزانيه كبيره، محتاج تفاصيل كتير قوي. الصعوبات دي انت تغلبت عليها ازاي عشان تقدم الرساله اللي انت كنت عايز تقدمها في الاخر؟ قولي الحقيقه. لا قولي القصه. انا سالت ناس كتير، وانا برضو هنرجع تاني، انا كنت دايما بحب اركز في كل تجربه. يعني بالنسبه لي اكتر تجربه فاشله ان كانت هي دي اكتر حاجه اتعلمت منها ايه الغلط. فكنت بلاحظ ان اكتر التجارب اللي مش واضحه او تحس ناس مش فاهمه او خارجه مش فاهمه انت عايز تقول ايه، اللي بيسمع فيها كذا حد. واحنا نرجع، انا كنت شايف ان هي وجهه نظر، هي وجهه نظر انا. فانا لو قعدت سبت وداني حسيت ان انا لا، ممكن هو صح هو صح هو صح، بس انا بقى عايز اقول ايه. فانا رحت قعدت بصراحه بتاع اسبوعين كده على القهوه بتاع عباسيه دي الحقيقه. تناولك للعرض ورؤيتك الإخراجية فيه. صباح
الخير. اولا مبسوط جدا تمام كده مبسوط جدا ان انا موجود هنا النهارده. دايما يعني استغل ان انا هنا، دايما بحس ان ربنا بيديني اكتر من فعلا. يعني لو رجعت سنه او سنه ونص سنتين لورا ما كنتش اتخيل انا هبقى هنا. كنت عندي طموحات اكيد، بس حاسس ان ربنا اداني اكتر كمان من البرنامج. مبسوط جدا ان انا دكتور سمير، ان انا ريم، ومخرجنا الكبير عصام السيد بجد. يعني اول مره حد فكر زي ده، فممكن لو كانت طاقه انا قررت ان انا ما احضرش حاجه، حبيت اشوف ايه اللي هيحصل واقول. بس يعني نتكلم تاني على العرض. انا في الجامعه من 2019 كليه ألسن جامعه عين شمس. انا في الاول كنت بغني بس، بعد كده اختصارا اللي حصل بقيت بمثل. ومن اول ترم ليا فكره الاخراج شدتني، انا مش فاهم بس انا مبسوط بفكره ان انت في دماغك حاجه وفجاه بتتكون. هي دي اول حاجه شدتني. وقررت في الفصل عندنا ان انا قلت لهم انا اخر ترم ليا انا وفضلت طول الوقت اي مخرج بيجي بحاول استفيد منه، اي فرصه تيجي بره العمل حتى لو بمثل بقف اتفرج انت بتقول ايه بتعمل ايه وهسال. يعني حاسس ان دي المدرسه، لو حد سالني انت اتعلمت منين فانا اتعلمت من ده، ما رحتش درست ده لوحدي. بالنسبه للعرض انا روايه احدث، انا بحب الروايه بس مش هي الروايه المفضله بالنسبه لي. انا اخترت الروايه دي، انا الكاست بتاعي الفريق كان اتخرج، ففجاه بقى في حقبه كده ما بين الفريق اللي شايل بقاله كتير وعرضا. كنا 33 ممثل منهم اربعه كانوا بياخدوا ادوار صغيره، وبقيه 33 كانوا كلهم ولاد اول مره يمسكوا حاجه. فده طبعا كان مرهق، في ناس كانت بتتضايق مني كتير بس اتبسطوا بعد كده. يعني انا اخترت الروايه لان انا باختصار حسيت ان انا مثال بسيط، لو جبت تيشيرت براند حلو قوي وانا عاجبني قوي بس هو واسع عليا هيبين ان انا ضعيف او ان انا وحش. ممكن اجيب حاجه اقل شويه او حاجه انا مش عايبها اكتر بس هي شكلها عليا شيك. هو ده اللي انا حاولت اعمله. رؤيتي في يعني انا الحاجه اللي اتعلمتها برضه، وكذا حد من الكوميونتور وحضرتك ورحت سالته كان بيستفيد ايه وكده، فكله اجمع ان المخرج وجهه نظر. فانا دي فعلا جمله بالنسبه لي مهمه. انا ايه اللي هيفرق احدب عن احدب عن احدب عن احدب؟ انا عايز اقول ايه وهقوله ازاي؟ فكل ما كنت اقول لحد ان انا ده اللي في دماغي من قبل ما ابتدي، كان اول مره برضه اخرج يقول لي لا احدب ايه يا عم؟ احدب ده انت هتعمل ايه جديد؟ بعدين احدب ده عايز فلوس وعايز وعايز. بقول له ما ده الصعب يعني، سيبك من هو ليه؟ ده الصعب ان انا احاول اعمل ده واقول في حاجه انا جديد. الحمد لله ربنا كرمني بده. وكانت وجهه نظري باختصار هي فكره القناع. هو في كذا لاير بس الحاجه الواضحه قدامي فكره القناع والجوهر. هنلاقي كل الكاركترات عندها القناع وعندها الجوهر. امتى ده بيظهر امتى ده بيظهر؟ ما عدا واحده بس اللي هي بتقول اللي انا عايز اقوله من العرض، اللي هي اسبرانتو، بتتكلم عن مفهوم الحريه الصح. لان الاخر برضه حر، يعني حر عندهم الحريه دي. وحتى في اختياراتي لتراكاتهم كنت بحاول اخليها كسره ما لهاش علاقه بحاجه، مش ممسوكه بحاجه، كلها مختلفه عن بعض. حتى في تراكاتهم هم ما عندهمش قوانين، ما عدا تاني هم رافضين الحريه مفهومها غلط. فبس يعني اتمنى اكون عرفت اوضح وجهه نظري. بس شكرا. والنهارده في النسخه الخامسه يعني فاز معانا المخرج الشاب احمد طارق عن عرض احدب نوتردام من جامعه عين شمس. هنسيب بقى دلوقتي الاستاذ الكبير عصام السيد يتكلمنا الاول عن المسابقه وعن حيثيات اختيار العرض احدب نوتردام، وطبعا باقي لجنه المشاهده الفنانه ليم احمد ودكتور محمد سمير الخطيب. صباح الخير. الحقيقه المسابقه دي بقى لها دي الدوره الخامسه من خمس سنين، مرت بعده تغيرات. في الاول خالص كان اول دوره كان بيفوز بيها واحد، بعدين تاني دوره قررنا يبقى اول وتاني وتالت، بعدين رجعنا تاني قلنا لا واحد بس اللي يفوز بيها، بعدين رجعنا قلنا لا
واحد يفوز بيها وننتج له عمل وبعدين رجعنا لا واحد بس يفوز بيها. حقيقة يعني شروط كتير بتتغير كل سنة، بس في كل سنة بنختار مخرج واحد شامل بشرط ان يكون هذا العمل يبقى العمل الاول في حدود 3 اعمال، يعني الاول او الثاني او الثالث بالنسبة له حد اقصى، وانه يبقى مش مخرج محترف بمعنى انه يعني مش طالب في معهد المسرحية او طالب في ادب مسرح او يعني حاجة متخصصة، يعني يبقى طالب هاوي اخرج. الحقيقة الناس اللي فازت قبل كده الحمد لله انا متابع شغلها بعد كده، في ناس منهم فازوا جوائز تانية اخرى كثيرة جدا، وده بيسعدني الحقيقة قوي اختياراتنا بتبقى في محلها. انا سعيد السنة دي بشكل خاص انه اللي فاز بالجائزة من على المعرض الجامعة كان شمس الجامعة اللي انا خرجت منها اللي بعتز بيها جدا، وبشكر اعضاء لجنة التحكيم الزميلة ريم الدكتور سمير الخطيب على المجهود اللي عملوه في الجائزة. السنة دي كان متقدم حوالي 40 عرض تقريبا، وده شيء برضو بيسعدني جدا. والحقيقة المجهود الأكبر كان على الدكتور سمير وريم، لأن أنا شخصيا ما بحبش يبقى أنا أول سنة أبقى عضو لجنة التحكيم، أنا عادة ما بحبش أبقى عضو لجنة التحكيم في المسابقة عشان ما أفرضش ذوقي الخاص، مش عايز يعني أنقي حد يبقى شبهي، إنما حد يبقى فعلا تالنتد حتى لو هو مختلف معايا تماما. سيب الدكتور سمير بقى يكلمنا عن العرض. صباح الخير. طبعا انا اول مره اتحط في موقف لجنه التحكيم، كان موضوع صعب جدا عليا بس كنت سعيده، وبالنسبه لي انا من اكتر الناس اللي استفادت، لان انا شفت ازاي ان الاساتذه طبعا كبار زي دكتور سمير الخطيب او استاذ عصام السيد، ان انت تتحط جنبهم وافكر بمعاييرهم ازاي اعرف اصلا اصنف عرض من عرض انا حقيقي اتعلمت، اذا كان في لجنه المشاهده او في طبعا في لجنه التحكيم بتاعت العمل الاول لاستاذ عصام السيد. بالنسبه لعرض احدب نوتردام، احنا تقريبا كلنا اتفقنا عليه، هو زي ما الدكتور بيقول متمكن من ادواته، كان عارف يستخدم الديكور بالاضاءه، في سونوغرافيا، كان في تعبير حركي واداء حركي ممتاز من وجهه نظري، كان في تشكيلات حركيه كثيره، يعني كان في تشكيلات حركيه جماليه، كان عارف يوظف عدد الممثلين الكتير اللي على المسرح بشكل كويس قوي، وده كان من احد الحاجات اللي احنا كنا مفتقدينها في اعمال تانية كتير، وممكن من الحاجات اللي خلت العمل ده متميز ومختلف عن اي عمل تاني، ان هو كان عارف يوظف عدد الممثلين وعدد راقصين كتير على المسرح بشكل جميل ما يزعجش المشاهد. فانا سعيده طبعا بيه وفعلا فخورين بيك، وقال